هاد الباكيت هذا ملي خرجناه من الفران ها هو كيفاش جا. ها هو نحلو نشوفو. كريشة هاد لي بغيوش هادو لي درنا هكايا حلوين ها هما البنات كيجيو زوينين. درنا نص هكايا مدور ودرنا نص هكايا طويل وهاد هذا لي طويل هكايا فيه شوكولا هكا هكا. ها تنقولكم الصحة والراحة وبقاو معايا حتى التالي ديال الفيديو باش تشوفو الطريقة. السلام عليكم، كي دايرين؟ شباركم كي داير مع الصحيحة؟ كلشي بخير. انا ان شاء الله غادي نجي ندير لكم واحد الباكيت معمرين بالفرماج وان شاء الله يكون الخليط ديال الفرماج ديال المعدنوس وديال البصله الخضريه. غندير واحد الكاس ديال الماء خميرة مع واحد المعلقة صغيرة ديال السكر واحد جوج معالق ديال الزيت. وعندي الطحين البيض لا فارين. هاد الكاس ديال الماء راه درت فيه على حال هانتوما جوج كيسان ديال الطحين ومازال غادي خصني الطحين مازال نزيد. غادي نزيدو الطحين ان شاء الله حتى يتجمع مزيان وغادي نعجنو بحال العجينه ديال المسمن ونرجع معاكم. هنا رجعت لكم دابا منين هذيك العجينه ديال الباغيت خمرات وقطعناها. هانتوما البنات قداش قطعتها. غنطلقها دابا غادي نردها رغيفه ان شاء الله. غادي جات الوقت الاخرين باش ما نطولش الفيديو. هذه غادي نطلقها قدامكم. عندي هنايا البنات الزيت والزبده ولكن مغلبه الزيت على الزبده. الزبده كاين عندي غير واحد شويه ديال الزبده. ودائما التوراق التوراق البنات باش كتجي كيجي لا باغيط ولا مسمن ولا دائما التوراق. راه التوراق الانسان الا دار شي حاجه يتقنها ويعطيها الوقت باش في التالي ملي طيبوا داكشي ما يندمش عليها. ضروري ما نورقوا. نسلويوها خصنا نخليوها تطلق مزيان على حقاش معجونه غير بلا فارين ولا فارين كتكون العجينه ديالها شويه كتكون شويه قاسحه. ضروري ما نصبروا عليها
بالضيق. هذه في جيل هنايا عندي البنات، عندي واحد البصله خضريه وعندي المعدنوس خضر مقطع، واحد القطعه ديال المعدنوس هكا، وعندي فروماج مالح ديال الطواركه، انا غادي نوريكم لابواط ديالو، وعندي فروماج غابي. فروماج غابي اي فروماج عندكم ديروه، عندكم فروماج الاحمر حكوه وديروه. ها هو ما بين فروماج غابي وما بين هذا الفروماج، هذا هو كيفاش داير. هنا ما دايره لا ملح لا حتى شي حاجه، لحقاش هذا الفروماج هذا البنات راه مالح، داكشي علاش ما درتش الملحه. انا غادي نوريكم باش نفهم لكم مزيان انتم البنات، سمحوا لي. عندي هنايا ها هما، شوفوا البصله الخضريه والمعدنوس هما اللي قطعت هنا. واحد السيده قالت لي عافاك بقيت تفهمي ليا بزاف لي برودوي باش كتخدمي الخضره، شي مره كتكوني مقطعاها عاد كتوريها لنا. ها انتم المعدنوس خضر، البصله الخضريه درت بصله وحده، الفرماج البنات ها هو شتو، ها هو هذا هو باش كنخدم. هذا نتوما البنات اللي في المغرب الا ما لقيتوش هذا الفرماج ديال الطواركه، الجبن الجبن، ولكن نتوما زيدوا شويه الملحه. حنا ما غاديش نديروا الملحه على حقاش هذا فيه الملحه. فوالا فرماج غابي خلاص راه ما كاينش اللي ما عرفوش. انا غنزيد واحد شويه ديال الحار، لا ملح لا حتى شي حاجه، غير شويه ديال الحار هكا هكا باش كيهرس من ديك الملحه ديال الفرماج. يمكنش لي انا نقطع كلشي وهذا اللي قدامكم على حقاش الفيديو كيجي طويل، تيعذبني انا وتيعذب داك الانسان اللي كيركبو. هادي غنخليها هنا في الميك، هي هاد الرغيفه غادي نطلقها. دائما قاد باش الجناب ما يكونوش خاويين خصهم حتى هما يكونوا عامرين. غادي نجيب هاد الطريف هذا وغادي نديرها هكا هي هكا، هاد الشناب هادو نزيرهم هكا ها. هاكايا غادي نعاود نزيد حدا قدامكم.
هكا هي ونحطو في الطاوله ان شاء الله. وني نبغي ندير لهم البيض ضروري نرجع معاكم ان شاء الله. البنات انا رجعت معاكم، غادي ندهنهم بالبيض، الصفر ديال البيض، حيتو داك الملح الصفر وخليت غير الابيض وخليت غير الصفر. وزدت عليه واحد المعلقه ديال الحليب. هاد الزلافه عندي، غادي ندير فيها جنجلة مبيض، ها هو غادي ندير فيها الحبه السوداء هكا. دا زريعة البركه غنخلطهم هكا هما باش غادي نزوق. ومنين نقطعوهم هكايا ها ونقرصوهم ونصيبوهم، ملي تنعمروهم تنخليوهم يخمروا واحد شويه عاد باش كنديرهم في الفران. نشعلو الفران حتى يسخن مزيان عاد باش ندخلهم فيه هكايا، ها باش كيعطيو واحد هاد الجنجلة البيض والحبة السوداء كيعطيو واحد الديكور زوين في هادشي ديال الملاحات. فوالا غندير معاكم هاد الجوج هادو. عندي هاد المسهدة البنات غادي نقطعهم على ثلاثة، واللي بغى يديرهم كبار يقدر يقطعهم على جوج، ماشي مشكل كل واحد يقطعهم كيبغى. نقطعوهم حد ما دخلناهم، قبل ما دخلناهم الفران هكا. هي البنات غادي نمشي ومنين نكمل ان شاء الله وغادي نرجع معاكم.